السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. واش اصلا احنا عارفين ما معنى كلمة العسل؟ لان كاين اللي تيظن بان لان كاين هناك مسميات. خصنا نعرفوا بان العسل هو مادة ينتجها النحل عن طريق الازهار، ما كاينش هناك سكر. فملي تنشدو حنا السكر وتنديروه في الكوكوت وتنسدو عليه وتنزيدو معاه الزعتر، تيقول لك العسل ديال الدار. ما كاينش العسل ديال الدار وما زهر، هذاك عصير سكر تماما، هذاك ليس بعسل. لا يمكن ان نقارن الماده الغذائيه اللي هي العسل مع عصير السكر الابيض. يعني هذه فقط غير باش نتفاهموا على المساله. حنا اليوم غنهضروا على العسل. العسل اللي تتصيبو النحلة، لأن لا النحلة لأن تيسي أن النحلة هي عندها واحد 6 ولا 7 ديال التخصصات. هي أرشيتكت ونيتريشونيست وفارماسيان إيكونوميست إلى آخره. هذه النحلة أوفغيير أوفغيير أوغين. فمن تنهضرو على العسل، صحيح أن هو يحتوي على نسبة مهمة من السكريات، وهذه النسبة ديال السكريات تجعله أن عنده بعض الخصائص الغذائية اللي تختلف من العسل إلى آخر، وهذه نقطة كذلك اللي هي مهمة. فالعسل هو يحتوي على أوميمتون ساكاروز والفركتوز والجلوكوز، هذه ثلاث أنواع ديال السكريات. فهاد الجلوكوز والفركتوز لو بوفوار سكرون ديالهم، يعني النسبة ديال التحلية ديالهم هي نسبة اللي هي مرتفعه. وهاد ثلاثه ديال انواع السكريات هما اللي تعطيونا العسل اللي تناخذو. ولكن المشكل اللي ما عارفينش هو ان العسل القيمه الغذائيه ديال العسل تترجع للقيمه الغذائيه اللي خدا النحل من هذيك الازهار. صحيح ان الان العسل فيه مجموعه من الالوان، وهذيك الاختلاف في الالوان يؤدي الى اختلاف في المذاق، ويؤدي كذلك الى اختلاف في المكونات الغذائيه. فشحال ما كان العسل المذاق ديالو مغموق، شحال ما كان القيمه الغذائيه ديالو مرتفعه. نعم، لان تيكون غني بلي فلافونويد ولي بوليفينول ولي كاروتينويد. شحال ما كانت اللون ديالو مغلوق، شحال ما تتكون القيمه الغذائيه ديالو مرتفعه. هذه من جهه. من جهه اخرى خاصنا نعرفوا بان شاتشي لواحد المساله، هو ان ما بقيناش عارفين اش من عسل ناخذ. ها عسل الزقوم، ها عسل الفليو، ها عسل الزعتر، ها عسل الحامض، ها عسل الليمون، ها عسل الدغموس، الدغموس الى اخره. شنو هو الدغموس؟ يا شبا ياك يا شبا. فشوف المشكل، عسل الزعتر مثلا، العسل ديال الزعتر غالي. شكون اللي غلاه؟ شكون اللي غلاه؟ المستهلك. علاش؟ هو اللي عطاه قيمه يمكن اكثر من هو اللي تيبقى تيمشي تيجري فوق تيقلب على عسل الزعتر. كل عسل الليمون كل عسل مزيان. جميع انواع العسل مهمه وضروريه. الناس يظنوا بان الا خدا عسل الزعتر راه احسن من عسل الحامض. هو فين كل الزعتر ديريكت انت كاع؟ علاش تقلب على عسل الزعتر؟ الا ما لقيتيش عسل الزعتر خذ عسل ديال الحامض ولا عسل ديال الليمون. حيت الناس بطبيعه الحال بحسن النيه تيمشيو بعض الاحيان تيكثر الطلب على واحد المنتوج، وبالتالي ترفع الثمن ديالو. هذه من جهه. من جهه اخرى خصنا نفهموا بان العسل هو ليس غذاء، يخرج من بطونها شراب. يعني العسل هو عباره عن شراب، العسل هو خصو يتشرب. وهذه مساله يعني حتى في اوروبا الان وصلوا، وفي الغرب وصلوا لهذه المساله بان العسل هو عباره عن شراب وبانه تيتشرب. لهذا فالناس يحاولوا ما امكن يا اما يشربوا العسل مع الماء، او لا يحليوا به اتاي، ولا يحليوا به العصير ديالهم ولا الحليب ديالهم. وسيرتو بالنسبه للاطفال غيكون افضل واحسن من اننا نزيدوا السكر الابيض. هذه من جهه. من جهه اخرى هذه الماده اللي هي ديال العسل، لان النحل باش يصاوب العسل تيبذل واحد المجهود كبير بزاف. وتنعرفوا بان العسل هو تيوصل عندنا خالي من البكتيريا ومن الجراثيم. علاش؟ لان النحله اشنو تدير داخل الخليه؟ النحله تتبقى ترفرف بجناحها باش ترفع من درجه الحراره لداخل، باش تنشف الماء، باش ما تيبقاش الماء
لداخل باش يبقى العسل بوحدو، لان ملي ما تيبقاش الماء ما تتبقاش الحياه. ملي ما تتبقاش الحياه ممنوع يكون هناك تكاثر بكتيريا وجراثيم. وهذه مساله كاينه في القطاني، كاينه في الزرع ديالنا ملي تنطحنوا الى اخره، ما تيكونش هناك الماء وبالتالي ما تيكونش هناك تكاثر ديال هذه البكتيريا وهذه الجراثيم. فالعسل ملي تيوصل كيف ما قلت انه تيوصل بواحد الشكل اللي هو معقم اللي ما فيه لا بكتيريا ولا جراثيم. وهنا دائما اتحدث عن العسل، لا اتحدث عن عصير السكر. فالقيمه الغذائيه ديالو، الناس يظنوا بان العسل هو عباره عن غذاء معجزه وبانه يدخل في الشفاء وانه يشفي. هو لا يشفي، لان في القران نرجعوا للقران، ماشي هو شفاء، فيه شفاء. كاين فرق ما بين شفاء وفيه شفاء. فهذيك فيه يعني ان يدخل في علاج مجموعة من الأمراض أو لا في الوقاية من مجموعة من الأمراض. ولكن الناس ما يبقاوش يقولوا راه العسل فلان فلاني تيداوي الكونسير، راه ما كايناش. راه الناس خصهم يفهموا هذه المسألة هذه. أو لا الآن لو تيديروا الكبدة تيقول لك العسل ديال كذا شربوا باش يداوي الكبدة، هذه المسألة راه ما كايناش. وخاصنا بالعيش العسل عرفناه بأنه خاصو يتكال خاصو يتشرب عفوا للوقاية، ومادة غذائية طبعا مفيدة جدا ومهمة جدا للوقاية بزاف ديال الأمراض وكذلك الصحة ديال الجسم ديالنا وديال وليداتنا. إمتى خاصو يتشرب؟ واش نقدروا نشربوه يوميا؟ واش نقدروا نستعملوا كذلك في الطبخ ديالنا كيف ما كنا معتادين في زمان هادي يعني في التقاليد ديال المطبخ المغربي؟ نعم، غنجاوبك على السؤال ديالك. بغيت نشير لواحد المساله بالنسبه للمصابين بداء السكري، لان كاين هناك كذلك مجموعه من الامور. لا العسل ديال هذا يمكن ياخذوا المصاب بداء السكري. العسل ممنوع على جميع مرضى السكري، واضح باش نكونوا واضحين ونكونوا فاهمين. باغ الا كانت بعض الحالات الخاصه، الا كان هناك انخفاض نسبه السكر ولا هذه، وهنا خص الاستشاره ديال الطبيب المعالج. الابعد من هذا ان العسل، لان هنا مؤخرا في العلم التغذيه اصبحنا تنهضروا على لي بروبيوتيك، وسبحنا تنهضروا على هذه الاغذيه اللي عندها مشاكل او لا لا المشاكل اللي كاينه واللي مرتبطه بالجهاز الهضمي ديالنا وبالامعاء، لان اكبر مشكل عندنا الان هما الامعاء. فالعسل عنده واحد ليفي ديال بريبيوتيك، وبانه تيرجع العمل ديال الامعاء ديالنا بواحد الشكل كبير، بالاضافه لهذا اللي فلافونويد اللي فيه اللي ذكرتهم قبيله، بالاضافه لانه مضاد للبكتيريا، انه مضاد للسرطان الى اخره. ف التناول ديال العسل ما كاينش، ما يمكنناش نهضروا على قيمه غذائيه عامه ديال العسل. علاش؟ لانه إل ديفير من دون بلونت اوتر، من كل، على العسل اللي جاي من الحامض فيه المكونات الحامض، العسل اللي جاي من الزعتر فيه المكونات الزعتر، العسل. ولهذا فالناس غير يشريوا العسل، الا لقوا العسل الحر طبيعي يشريوه. شنو تنقصد بالعسل الحر طبيعي؟ صحيح كاين الناس اللي غيقول لك بانه ما كاينش، صعيب باش نلقاوه، راه ماشي مشكل، راه ماشي ضروري خصنا، حيت انا افضل انني ما نتناولش العسل على انني نتناول عسل مصايب السكر. يعني باش نكونوا واضحين وباش نكونوا متفاهمين. فالعسل له منافعه، له قيمته الغذائيه، لان النسبه، لانه يعتبر التركيز هو مركز من المكونات الغذائيه الاخرى اللي كاينه في الازهار واللي كاينه في النباتات الاخرى. وبالتالي فإذا كان خاصنا نستغلوه، خاصنا نتناولوه، خاصنا ندخلوه للجسم ديالنا. ولكن هذا ما تعنيش انني لما كانش اننا خاصنا ندخلوا امور اللي هي شبيهه بالعسل. وهنا فين تيكون الخطا، لان الناس خاصهم يفهموا وخاصهم يعرفوا ان ما كاينش هناك غذاء معجزه. العسل نعم يقي من مجموعه من الامراض، مهم بالنسبه للامراض خصوصا ديال الحلق، ولا ديال، حنا تنعرفوا ملي كنا صغار كان تيكون الحلاق تنديروا معلقه العسل مع الحامض وتنبقاو نغرغروا الى اخره. نعم هذه كلها امور اللي هي كاينه، امور اللي هي صحيه، امور اللي هي مفيده واللي ضروريه واللي هي مهم بالنسبه للخلايا الدماغيه ومهم بالنسبه للتركيز الى اخره، هذه كلها امور كاينه. ولكن راه بعض الاحيان تنبقاو نقلبوا على هذه الامور بطرق اللي هي غير صحيحه ونقدروا نطيحوا في نتيجه عكسيه. واخا ما جاوبتينش السؤال ديالي، خصنا نشربوا، واش نقدروا نشربوه يوميا؟ بطبيعه الحال اذا كان عندنا خصو يتشرب يوميا.